في انعكاس لسيطرة الجيش اليمني والسلطة الشرعية وعجز ميليشيات الحوثي عن إسقاطها، استعراض واحتفاء بالتاريخ والثورة وبقدرة مأرب على الصمود والاستمرار في ظروف أقل ما يقال عنها وفيها إنها استثنائية. زخم سبتمبر تجلى في ذكراه 60 بعرض عسكري هو الأكبر منذ اندلاع الحرب مع أعداء سبتمبر من أحفاد الإمامة. الحرب فرضت علينا بعد أن أسقطت ميليشيات التمرد الحوثية العاصمة واختطفت مؤسسات الدولة ونهبت حقوق اليمنيين وأموالهم وفجرت بيوتهم وصادرت كرامتهم وحرياتهم، ولن تتوقف تلك الميليشيات حتى يجبرها الشعب على فعل ذلك. كما أن استعادة مؤسسات الدولة وفرض النظام والقانون وترسيخ الأمن والاستقرار أمر لا مناص منه مهما حاولت ميليشيات التمرد الاستمرار في نهج الغطرسة الكاذبة والأوهام والشعارات الخادعة. في صحراء مأرب التي عجز الحوثيون عن اختراقها خلال 8 سنوات من الحرب، عرض لوحدات رمزية من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية اليمنية وعتادها العسكري الكامل، عرض كانت فيه القبيلة حاضرة أيضاً بشموخها وصمودها وتحديها، في مشهد دفع العسكريين للوقوف والتصفيق إجلالاً للتضحيات التي قدمها أبناء مأرب لوقف المشروع التوسعي الإيراني في اليمن. هذا الجيش هو جيش الجمهورية اليمنية، جيش لحماية الدستور والقانون، جيش لتحقيق الأمن والاستقرار للشعب اليمني بشكل عام من أقصاه إلى أدناه. هنا الجيش الذي ضحى وناضل طوال فترة 8 سنوات الماضية من أجل أن ينعم الشعب اليمني بالأمن والاستقرار. سنمضي على بركة الله إلى أن يتحقق النصر الكبير لشعبنا، ونحتفل بذكرى إن شاء الله 61 في العاصمة صنعاء. رسائل عديدة حملها العرض العسكري في مأرب مطمئنة للداخل اليمني بقوة ونفوذ الدولة، ومحذرة الحوثيين من أن الالتزام بالهدنة لا يعني ضعف القوة أو الهمة. في الذكرى 60 لثورة 26 سبتمبر يحتفل الجيش والمقاومة الشعبية في عرض عسكري مهيب، ويرسلون رسالة الاستعداد القتالي لمواجهة الإماميين الجدد. محمود الحميدي، لقناتي العربية والحدث، مأرب.